بسم الله الرحمن الرحيم، معانا يا ولاد درس جديد من دروس علوم الصف الرابع، وأول درس في المفهوم الرابع التواصل ونقل المعلومات. التواصل ونقل المعلومات من ضمن طرق التواصل بين البشر وعند الحيوانات الضوء، فممكن الضوء ده يستخدم عند الإنسان وممكن نستخدم الضوء عند الحيوانات. طب اديني أمثلة. قال لك بالنسبة للإنسان بيستخدم الإنسان الضوء في التواصل وأيضا إرسال المعلومات عن طريق بعض الأدوات الحياتية، زي إيه؟ قائد السيارة ده لو ضرب النور بتاع الكشاف ده يبقى بينبه الأشخاص اللي ماشيين قدامه إن هم يوسعهم. إشارة المرور دي لو ادت الضوء الأخضر تقول للناس مرهم، لو ادت الضوء الاحمر تقول للناس توقفهم، لو ادت الضوء الاصفر تقول لهم انتظروا. الكشاف الضوئي واضاءته يستخدمها الانسان لرؤيه الاشياء التي امامه علشان ما يتكعبلش في صخره او طوبه او غيرها. يبقى الانسان في حياته اعتمد على الضوء من اجل التواصل وارسال المعلومات. يقول لك طب اديني امثله. مصابيح السياره، إشارة المرور، والكشاف الضوئي. أما بالنسبة للحيوانات، تعال نتكلم على إن بعض الحيوانات ما شاء الله لها حاسة بصر قوية. زي مين؟ زي الصقر، عيون الصقر، والنسر، ويا ساتر يا رب على عيون البومة اللي استخدموا الضوء في تحديد مكان الفريسة بحاسة البصر القوية. بالنسبة للضوء عند الإنسان وعند الحيوان، نيجي لاستخدام الصوت لاتنين ولاد عم، الضوء والصوت، وهنشوف استخدامهم عند الإنسان وعند الحيوان. بالنسبة للإنسان بيعتمد على الأصوات في التواصل. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى حباه بحاسة السمع، فيقدر يسمع الراديو والتلفزيون وأصوات الموبايل وكمان البيانو والآلات الموسيقية. يبقى الإنسان اعتمد على مجموعة وسائل للتواصل اللي بتحتاج إلى حاسة السمع، وقلنا الأمثلة بتاعتها دلوقتي. أما بالنسبة للصوت عند الحيوانات، بعض الحيوانات بتتسم بأن لها حاسة سمع قوية جدا جدا تساعدها على التواصل فيما بينها، زي البومة حاسة سمع قوية، الدولفين حاسة سمع قوية وصدى الصوت، الخفاش يعتمد على صدى الصوت وحاسة سمع قوية. يبقى مين الحيوانات اللي بتعتمد على حاسة السمع القوية؟ البومة والدولفين وكمان الخفاش، لكن البومة ما شاء الله موجودة في الاتنين، سمع وبصر قويتين. تعالى نتكلم على تعدد طرق التواصل عند الإنسان والحيوان، سواء إنسان أو حيوان بيعتمد على طرق متنوعة من أجل التواصل، وكل واحد منهم له طريقة تواصل خاصة بيها، وممكن الاتنين يشتركوا الإنسان والحيوان في نفس طريقة التواصل. طب اديني كده أمثلة يا مستر على طرق التواصل عند الإنسان. الكتابة وسيلة من وسائل التواصل، أنت لما تكتب رسالة نصية على الموبايل لزميلك يبقى تواصلت معاه، رسالة على الماسنجر، رسالة على الواتساب، يبقى دي طريقة تواصل. لما تكلم زميلك في الهاتف المحمول أو واحدة تتصل بآلات تطمن عليهم، وكمان القارئ الإلكتروني وسيلة تواصل، الموسيقى وتذوقها لغة تواصل، اللوحات الفنية وفهمها وترجمة ما فيها وسيلة تواصل بين البشر. يبقى لو قال لك قول لي بعض طرق التواصل عند الإنسان، نقول له الكتابة، الهاتف المحمول، القارئ الإلكتروني، الموسيقى، واللوحات الفنية. طبعا دي عينة مش كله. طب لو قال لك طرق التواصل عند الحيوان، أقول له عارف الخفاش كان بيحدد الموقع بالصدى، آدي كمان الروائح القوية اللي موجودة عند بعض الحشرات. يبقى طرق التواصل المشتركة عند الإنسان والحيوان اللي هنا وهنا، وميض الضوء والصوت الحاد. طب لو حبيت أختصر الجملتين دول أقول الصوت والضوء
من الوسائل المشتركة بين الإنسان والحيوان من أجل التواصل بين الآخرين. تعال ناخد حاجة جميلة جديدة اسمها عرض الخنافس المضيئة. خنافس مضيئة؟ يعني الصورة المنورة دي يا مستر حامد عبارة عن حشرات الخنفساء؟ ومضيئة؟ والعلماء سموها ايه؟ الخنافس المضيئة. طب بتعيش فين؟ فاكرين يا ولاد شجرة المنجروف اللي بتتميز بالجذور الوتدية القوية واللي كانت بتنمو في تايلاند؟ مالها؟ بتعيش الخنافس المضيئة سبحان الله على أشجار المنجروف في تايلاند. طب بتعمل ايه؟ تضيء الخنافس. الله، طب جابت الإضاءة منين؟ هي متوصلة بسلك كهرباء؟ لا، أمال ايه الإضاءة دي؟ ده سبحان الله حصل تفاعل كيميائي جوه جسمها. يا سلام، جوه جسم الخنفسة يحصل تفاعل كيميائي ينتج عنه ضوء فتبدو الخنافس مضيئة وتسمى باسم الخنافس المضيئة. وكمان عندك معلومة إن الخنافس عندها أجنحة ولكن ما بتستخدمهاش للطيران، أمال للإضاءة، لإطلاق الومضات الضوئية زي الأفراح وعيد الميلاد والمناسبات السعيدة. أهي، يبقى الإضاءة السماوية الجميلة دي يقال عليها إيه؟ ومضات ضوئية. جاية منين؟ من الخنافس المضيئة، والأجنحة ليست للطيران ولكنها للإضاءة. والومضات الضوئية دي السابقة إيه فايدتها يا مستر؟ بتحذر من قدوم الحيوانات المفترسة. يا سلام، يعني أول ما تضيء كده بتعرف إخوانها وإخواتها، خلي بالكوا ده في حيوانات مفترسة جاية تاكلنا. مش بس كده، ممكن كمان تجذب الجنس الآخر من أجل التكاثر. يبقى يجي يقول لك علل وجود الومضات الضوئية في الخنافس الضوئية، نقول له من أجل حاجتين، إما التحذير من الحيوانات المفترسة وإما من أجل التكاثر. طيب يا ترى الوميض ده بيبقى على فترات إيه؟ قال لك الوميض ده بشكل منتظم آخد توقيتات معينة، عارف زي مين؟ حبل النور اللي انت بتجيبه في شهر رمضان، تلاقيه يطفي ويسرج يطفي ويسرج، له ومضات معينة، هي كمان ماشية بريتم بشكل منتظم. ومش بس كده، لو في مجموعة من الخنافس المضيئة الأخرى قريبة منها ممكن الاتنين يغيروا النمط بتاع الوميض ويقلدوا المجموعة الأخرى ليتواصلوا معا. يعني لو كان عندي مجموعتين من الخنافس، دي لها وميض ودي لها وميض، طب لو كانوا قريبين من بعض أحيانا يقلدوا بعض ويتبعوا نفس الموجة في الوميض. الخنافس قلدت نمط ومضات أم بها مجموعة من العلماء؟ معقول؟ العلماء جابوا شوية مصابيح وقعدوا يعملوا معاها ومضات ضوئية قريبة من الخنافس. إيه اللي حصل؟ الخنافس قلدت النمط بتاع العلماء. طب ده دليل على تفاعل مين؟ الإنسان مع الطبيعة. دي صور الخنافس وهي مضيئة كأنها كشافات ليد. سبحان الله، شايف الإضاءة خارجة منين؟ ومن غير سلك كهرباء ولا حاجة. أمال جاية منين؟ من تفاعل كيميائي داخل جسمها ينتج عنه ومضات ضوئية. طب يا ترى الخنافس المضيئة بتطير؟ لا تطير. ليه ما عندهاش أجنحة؟ لا يا حبيبي، عندها أجنحة ولكن بتستغل الأجنحة في الإضاءة. طب سبب الإضاءة إيه؟ وجود التفاعل الكيميائي داخل جسمها واللي بيجعل الأجنحة تومض على فترات زمنية قصيرة. طب يجي ولد يسأل، هو إيه الهدف والغرض من الإضاءة؟ إيه الهدف من الإضاءة؟ لو جالي سؤال علل، لسه قايلينها من شوية ولكن هنا كاتب لك الإجابة بالتفصيل، من أجل تحذير مجموعة الخنافس الأخرى من الحيوانات المفترسة. يبقى النقطة الأولى دي عبارة عن إيه؟ رسالة تحذيرية. طب النقطة الثانية، جذب الجنس الآخر من أجل التكاثر، أدي النقطة الثانية. ده لو جالي سؤال إيه؟ علل إيه الهدف من إضاءة الخنافس؟ ونيجي لسؤال ثاني، هل يمكن أن يؤثر الإنسان في أنماط ومضات الخنافس؟ أيوة يا عم، مش قلنا من شوية الفنانين والعلماء عملوا إيه؟ نعم، يمكن أن يؤثر الإنسان في النمط والوميض بتاع الخنافس. طب اديني مثال. قال لك مجموعة الفنانين اللي قعدوا يعملوا الومضات الضوئية قاموا بإطلاق
ومضات ضوئية بأضواء المصابيح. طب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ضبط الفنانون المصابيح لتضيء وتطفئ، مرة تضيء مرة تطفئ، مرة تضيء مرة تطفئ، على فترات منتظمة بنمط وريتم معين. طب إيه اللي حصل؟ استجابت ما شاء الله مجموعة كبيرة من الخنافس المضيئة. طب عملت إيه؟ قلدت نفس الوميض في نفس الوقت. يبقى ده يدل على مين يا ولاد؟ على التفاعل بين الإنسان والطبيعة. الطبيعة تفاعلت بتقليد التكنولوجيا. شفتوا التفاعل بين الإنسان والطبيعة والتطور التكنولوجي؟ يلا سؤال تاني، كيف يستخدم الإنسان الضوء من أجل التواصل مع الآخرين؟ يديني أمثلة. قال لك يمكن أن يستخدم الإنسان الضوء للتواصل مع الآخرين في إيه؟ قلناها في بداية الحلقة، إشارات المرور وسيلة تواصل، تعرفني إمتى أمشي وإمتى أقف وإمتى أنتظر، إشارات السفن اللي بتديها للمراكب والومضات الضوئية تعرفهم إمتى يمشوا وإمتى يقفهم، الإشارات اللي بتطلقها الطائرات برضو إشارات بتترجم لفهم الهدف منها. كيف يستخدم الإنسان الضوء ليتواصل مع غيره؟ اديني مثال. قال لك استخدام ركاب السفينة ممن ضل طريقهم، اللي ضل طريقه بيعمل ايه؟ بيولع شعلة انقاذ، شعلة ايه؟ انقاذ، علشان تفيد الاخرين فيتم انقاذهم. يبقى عملت ايه؟ رسالة تنبيهية. يبقى استخدام ركاب السفينة ممن ضل طريقهم شعلة انقاذ، الشعلة دي تدي تنبيه للاخرين، يعني الحقونا انقذونا انجدونا اغيثونا. 4 مرادفات لكلمة واحدة هم يا واد يا عوض. اذكر طريقتين للتواصل بين الكائنات الحية باختيارك انت. قال لك استخدام الدولفين تحديد الموقع بالصادة، ادي مثال للتواصل. النمل بيعمل ايه؟ يترك رائحة على الارض فيتواصل بها مع اصدقائه من الاخرين. سبحان الله، وسيلة التواصل هم بس اللي يفهموها. بكده خلص درسينا اليوم، اول دروس المفهوم الرابع، الوحدة الاولى، التواصل ونقل المعلومات. الدرس الجميل المفيد اللي اتكلمنا فيه على التواصل مع الاخرين وعرض الخنافس المضيئة. يا رب يكون الدرس سهل وبسيط ومفهوم يا أولاد.